يخللون ويخرمون، بل ويكفرون بناء على ما تمليه عليهم أنفسهم، كأن يرسل إليك أحدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصاً قرآنياً أو دعاء أو الاثنين معاً، وفي آخر رسالته يقول إنك ستسمع خبراً مفرحاً في غضون 5 دقائق إذ أنت نشرته، وستحزن إن لم تنشره 5 سنين. فأحياناً نجد البعض يرسل إليك رسائل دينية كأقسم بالله العلي العظيم أنني سأنشر هذه الصورة، لا تنسى أنك أقسمت، وإن لم تفعلها فاعلم أن الشيطان منعك. وواقع الأمر أن كثيراً من أصحاب الصفحات يستغلون الناس باسم الدين لزيادة التفاعل وجمع الإعجابات. الأشياء التي دعانا إليها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وبينة، فلا يجوز أن نربط يعني هذا الشيء بحدوث شيء، وقضاء الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو عز وجل. فلذلك يعني مثل هذه الأشياء هي مخالفة لشرع الله عز وجل ومخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. الشيخ نصر الدين دعا هؤلاء إلى الوعي والفهم الصحيح للدين والابتعاد عن كل ما من شأنه تشويه صورة ديننا الحنيف، والتحلي بالنصيحة والتذكير بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى. الإنسان أن يسبب بما هو موجود يعني من شرع ومن دين لله عز وجل ويترك هذه الأشياء، كما ندعو بالمناسبة إلى أن نشجع ما ذكرت يعني التذكير والنصيحة والتوجيه بيننا يعني في هذه الرسائل عبر يعني مختلف حتى لا أسمي، وهي كثيرة في هذا الزمان. دائما نحن نقول في ديننا أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأن هذا الإيمان والتصديق والعلاقة يعني هي بين العبد وربه سبحانه وتعالى. لتبقى النصيحة والتذكير بين الناس موافقة لشرع الله عز وجل هي الأهم، بعيداً عن البدع والخرافات والسخرية التي تبعث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.